بدر بنون يحتفل بعقيقة نجله وزوجته تخطيف الأنظار بإطلالتها وجمالها. أولا وقبل المشاهدة نرجو منك الضغط علامة إعجاب بالفيديو. احتفل لاعب المنتخب المغربي بدر بنون بمدينة أكادير بحفل عقيقة أسطورية لابنه الأصغر وسط حضور عائلته وأصدقائه من لاعبي المنتخب الوطني، وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أجواء الحفل الذي تميز بكل ما هو مغربي أصيل، كما خطف جمال غزلان بنون زوجة بدر بنون الأنظار في الحفل من خلال إطلالتها بلباس تقليدي. ولفتت زوجة بنون الأنظار بإطلالتها وجمالها، حيث اختارت إطلالة تشبه إطلالة العروس، فيما ارتدى بدر بنون سلهام الجبادور باللونين الأبيض والأزرق. وتم تداول فيديوهات حفل العقيقة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت أغلب التعليقات تشيد بجمال زوجة بنون وأناقتها. وحضر حفل العقيقة كل من محسن ياجور وياسين صالحي وعمر عرجون ونجم المنتخب المغربي عز الدين أناحي واليميق ومحمود بن حليب وعبد الإله حفيدي وآخرون، الذين تفاعلوا مع أنغام الشعب المغربي ورقصوا مع بعضهم وسط أجواء ممتعة وحيوية. وقاد اللاعبون المغاربة لحظات جميلة مع بعضهم البعض ورقصوا على أنغام أغاني المغربية الشعبية في جو ملأه الود. وتجدر الإشارة أن بدر بنون قد شارك مع المنتخب المغربي في كأس العالم الذي أقيم سنة 2022 بدولة قطر، وكان المنتخب الوطني مفاجأة هذه النسخة من المونديال، حيث تمكن من البلوغ المربع الذهبي مع كل من كرواتيا وفرنسا والأرجنتين.